السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. قبل ما نبداو الفيديو كنطلب من الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي ومازال ما داروا ابوني، كنتمنى ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس. ومرحبا بكم اليوم ان شاء الله. جيت نبارك لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ومغفره الذنوب يا رب. يا ربي في هذا الشهر هذا يزول علينا هذا الوباء ونرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا كيف ما كنا شحال هذه، وما احسن ان شاء الله. نتمنى في هذا رمضان هذا الناس نراجعوا انفسنا ونشوفوا الحوايج اللي كنا كنديروهم ما مزيانين، نرجعوهم حوايج مزيانين وافضل. وبالنسبه للناس اللي عندهم يتعاونوا مع الناس اللي ما عندهمش في هذا الشهر هذا. نتمنى من الناس كيف ما قلت لكم اللي عندهم، ما شوف جارك، شوف الناس اللي قراب لك واش عنده باش يفطر، واش عنده باش يتسحر. يعني الناس ما تبقاوش تفكروا ان رمضان راه ربي دار رمضان باش الغني يحس بالفقير. حنا كنشوفوا في المجتمع ديالنا بزاف الناس كيبقاو يفطروا غير بالحوايج الغاليه وهذه، وجارو حداه ما عنده مسكين باش يفطر. نتمنى من الناس يتضامنوا في رمضان ولا من غير رمضان، في هذه الوضعيه هذه ولا في غير هذه الوضعيه، نكونوا كاملين يد واحده ونكونوا الغني يعاون الفقير ونتعاونوا بيناتنا ويكون كل شيء بخير وكل شيء مزيان. هذا ما كان، الله يغفر لنا في هذا الشهر هذا. وتهلاو فراسكم، ما تنسوش ديروا ابوني لاشين. تهلاو.